أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الخميس الموافق 22 يونيو 22 حزيران 2023. النهاردة يوم ممتع جدا لكل الأشخاص اللي بيرغبوا في أنهم بيدوروا عن معلومات من مصادر منسية ومحظورة. اليوم مميز جدا لكل الأشخاص اللي بيحبوا الأسرار دي واللي بيحبوا اكتشاف حاجات جديدة. حتى في الفترة دي هيكون أشخاص مهتمين روحيا بكل تفاصيلهم وأحلامهم، وكل الرسائل اللي بتبقى بتخصهم اللي بتعتبر مش مرئية في الفترة دي، وهتبقى بتساعدهم انهم يتواصلوا مع أصدقاء ليهم. هيبقى عندك رؤية مشتركة واضحة للعالم كله. كل ده هيحصل في المجتمع اللي انت بتعيش فيه، ولا هيبقى عندك رؤية مشتركة من خلاله لكل العالم. كل ده هيحدده المجتمع. النهاردة هيبقى عندك شجاعة عشان تاخد فيها قرار مهم، وهيجمع كل الأشخاص النهاردة شجاعة في يومهم بسبب ظروفهم اللي بتعتبر مواتية كافية عشان ينفذوا أي تغيير عندهم. ممكن يكونوا حذرين في اجتماعات ومحادثات في كل المعلومات اللي بيبقوا بيشاركوها، وايه هي الاحداث اللي بتحصل والمواقف اللي بتبقى في حياة الاشخاص اللي حوالينا اللي بيبقوا بيعلقوا عليها هممهم. بالنسبة ليك النهاردة هيجيب اجتماعات محادثات مختلفة لحد ما مهمة لخططك اللي بتبقى متعلقة بوظيفة معينة ليك. هتدي لك النهاردة احداث كتيرة في اليوم ده، هو ودافع مهمة جدا لكل تطويرك ولكل خططك ولكل افكارك، بالاضافة لانها هتساعدك في انك تحقق نتائج حلوة جدا. في كتير من الاحيان هتحصل شوية حاجات بسيطة من تلقاء نفسها او حتى مع الحظ اللي هيبقى بيمنحك المصير بسخاء لبعض منكم في اليوم ده. بشكل عام اليوم مناسب عشان تحصلوا على مساعدة كافية من مجموعة متنوعة من الأماكن طالما كنتوا بتقفوا في نشاطكم بشكل جانبي من الأحداث دي. وما تحلش محل المتفرجين في حياتك. هيجيب ليك النهاردة علاقات قوية وعاطفية مع كل أفراد أسرتك اللي بيعتبر حتى أبوك وجدك أو حتى أخوك الأكبر. النهارده هيكون مهم انك تبقى بتعتمد عليهم بشكل اساسي وعلى نفسك. هتتعلم ازاي تعيش بشكل اساسي في اليوم ده. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.